فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: ولهذا لما علم المؤمنون من أبناء فارس وغيرهم هذا الأمر، أخذ من وفقه الله منهم نفسه بالاجتهاد في تحقيق المشابهة بالسابقين. نعم. وصار أولئك من أفضل التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. نعم، الذين نالوا الفضل من أهل فارس وغيرهم ما نالوه إلا بتشبههم بالسابقين، السابقين الأولين، وسيرهم على منهاجهم. ولهذا قال: والذين اتبعوهم، تبعوهم هذا عام في العربي وفي العجم، تبعوهم بإحسان يعني بإتقان، ومن الإحسان أن يأخذ لغتهم وأخلاقهم، لأنهم كانت أخلاقهم أخلاق القرآن وأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم أتباعه وتلاميذه والرواة عنه. فالذين اتبعوهم بإحسان وأتقنوا طريقتهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، سواء كانوا من العرب أو من العجم. والشاهد حاصل بما حصل من أئمة العلم وأئمة الجهاد من العجم أنفسهم، لما أخذوا هذا الدين أخذا صحيحا وتعلموا هذه اللغة العربية وتخاطبوا بها وفهموا بها كتاب الله وسنة رسوله، حازوا على هذا السبق وهذه الفضيلة. نعم. قال: فصار أولئك من أفضل التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة، وصار كثير منهم أئمة لكثير من غيرهم. نعم. لا تنسى الأئمة الكبار من العجم. نعم. لما أخذوا هذا العلم وهذا الدين واقتدوا بالسابقين الأولين بإحسان، صار لهم في ذلك الفخر والفضل والذكر الحسن والآثار الطيبة، وخدموا الإسلام وخدموا الدين وخدموا العلم خدمة عظيمة. ما نالوا هذا إلا بأنهم أخذوا هذا الدين وأخذوا هذه اللغة وتخلقوا بأخلاق السابقين الأولين. وهذا معنى قوله بإحسان، فليس المراد مجرد الانتساب للسابقين الأولين وأن يقول أنا سلفي أنا كذا، لا بد أن يحسن اتباعهم والاقتداء بهم. ولا يحسن هذا إلا إذا تعلم ما هم عليه وعرف ما هم عليه حتى يتبعهم بإحسان. أما إذا كان جاهلا بما هم عليه وجاهلا بعلمهم، فهو وإن حاول أن يتبعهم فإنه لا يتبعهم بإحسان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهذا كانوا يفضلون من الفرس من رأوه أقرب إلى متابعة السابقين، حتى قال الأصمعي فيما رواه عنه أبو طاهر السلفي في كتاب فضل السلفي في كتاب فضل الفرس، قال: عجم أصبهان قريش العجم. نعم، إنما نال عجم أصبهان وغيرهم من العجم الفضل باقتدائهم بالسلف وأخذهم لهذا الدين بلغته الأصلية، لذلك صار منهم الأئمة السابقون في العلم والعمل والعبادة والزهد والخير الكثير. نعم، وهذا الدين من تمسك به ساد. نعم. قال: روى أيضا السلفي بإسناد معروف عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون عن أسامة بن زيد عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: لو أني لم أكن من قريش لأحببت أن أكون من فارس، ثم أحببت أن أكون من أصبهان. نعم، لأن أصبهان نبغ فيها نوابغ من أهل العلم والعبادة والزهد بسبب اتباعهم للسابقين الأولين بإحسان واتباعهم لهم بإحسان. نعم. والعبارة التي مرت قال: عجم أصبهان قريش العجم. نعم، قريش العجم، يعني كما أن قريش أفضل العرب، كما أن قريشا أفضل العرب، فإن أهل أصبهان أفضل العجم. بسبب ماذا؟ اتباعهم للسابقين. اتباعهم للسابقين بإحسان. بإحسان. نعم. أين؟ قال: وروي بإسناد آخر عن سعيد بن مسيب قال: لولا أني رجل من قريش لتمنيت أن أكون من أهل أصبهان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان الدين معلقا بالثريا لتناوله ناس من أبناء العجم، أسعد الناس بها فارس وأصبهان. نعم، لما نزل قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة
وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم منهم هؤلاء الآخرين الذين سيلحقون بهم، وكان عنده سلمان الفارسي رضي الله عنه، فأشار إليه وقال: لو كان العلم بالثريا لناله رجال من أهل فارس. فدل على أنهم إنما خرجوا من الفارسية ومن العجمة ونالوا هذا الفضل بسبب اتباعهم لهذا القرآن واتباعهم لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قالوا: وكان سلمان الفارسي من أهل أصبهان، وكذلك عكرمة مولى بن عباس رضي الله عنهما وغيرهما. نعم، غيرهم من الموالي الذين نالوا السبق في الأمة. وإذا قرأت التراجم، تراجم المحدثين والعلماء، وجدت الكثرة الكاثرة من الأعاجم. وجدت الكثرة الكاثرة من الأعاجم، لماذا؟ لأنهم أخذوا هذا الدين واتبعوا السابقين الأولين بإحسان، فنالوا هذه الكرامة وهذا الشرف. نعم. قال: فإن آثار الإسلام كانت بأصبهان أظهر منها بغيرها، حتى قال الحافظ عبد القادر الرهاوي: ما رأيت بلدا بعد بغداد أكثر حديثا من أصبهان. نعم، هذا يدل على فضل من تمسك بهذا الدين من العجم، وأن حتى البلاد تتحول من بلاد أعجمية إلى بلاد تشبه البلاد العربية أو تسبقها في الفضل. نعم. وكان أئمة السنة علما وفقها والعارفون بالحديث وسائر أمور الإسلام المحض فيهم أكثر من غيرهم، حتى إنه قيل فيهم، يعني في أصبهان. حتى إنه قيل إن قضاتهم كانوا من فقهاء الحديث مثل صالح بن أحمد بن حنبل ومثل أبي بكر بن أبي عاصم ومن بعدهم، وأنا لا أعلم حالهم بآخرة أو بآخرة. نعم، هذا عود على ما سبق، أنه لا، الشيخ رحمه الله لما ذكر فضل العرب لا يشعر أحد أن هذا فيه تنقيص لغير العرب. نعم، بل هو عرج على هذا وذكر فضل من هداه الله ومن أخذ العلم والعمل الصالح من العجم، وأن كونهم غير عرب لا يؤخرهم، لا يؤخرهم عن الفضيلة، إنما يؤخرهم عن الفضيلة تأخرهم عن العمل الصالح. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نعم. قال: وكذلك كل مكان أو شخص من أهل فارس يمدح المدح الحقيقي، إنما يمدح لمشابهته السابقين، حتى قد يختلف في فضل شخص، قد يختلف في فضل شخص على شخص، أو قول على قول، أو فعل على فعل، لأجل اعتقاد كل من المختلفين أن هذا أقرب إلى طريق السابقين الأولين. فإن الأمة مجمعة على هذه القاعدة، وهي فضل طريقة العرب السابقين، وأن الفاضل من تبعهم. هذا تصديق وتبيين معنى قوله تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان. فمن اتبع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، لأنهم هم القدوة في العلم والعمل. نعم. فمن اتبعهم في العلم والعمل فإنه ينال رضا الله سبحانه وتعالى، لكن بإحسان وإتقان وعلم ومعرفة وتحقيق، لا مجرد انتساب وادعاء.